التقت حالا تي في عضوة فريق فوفا نابولي سابقا بأعضاء فريقها السابق مبارحة بتركيا، فشاركوا لحظات لقائهم عبر ستوريهات انستغرام، فتساءل الجمهور عن إمكانية انضمامها للفريق مرة ثانية، فشو رأيكم أنتو؟ أما سالي وأحمد فتمكنوا من استرجاع قناتهم اللي تم تهكيرها من طرف شخص مجهول، ومن بعد ما تم تهديدهم فشارك أحمد فرحته من خلال ستوريهات انستغرام. أما آسو فشاركت ستوري مفاجئ من المستشفى فطلبت من المتابعين الدعاء لها واختفت من بعد هذا الستوري. أما نورمار فشارك لحظات سفرته وتركه لتركيا وأصدقائه من خلال ستوريهات انستغرام لوجهة جديدة لم يعلن عنها لحد الآن، حيث رح يعلن عن مكانه حاليا بالفيديو القادم على قناته على يوتيوب. فشو رأيكم لوين سافر نورمار؟ راح اكون بالطيارة مشان وما احسن انزلكم في يوتيوب، بس لا ما استسلمت، اعطيت قناتي لأبو محمود لينزلكم اياها، فخليكم جاهزين، انا ما راح انزلكم بعد ستوريات، فانتوا دعموا لي. اوكي باي يا جماعة، انا وصلت الله يسلمكم، كنت طالع الدور الحمد لله على السلامة، الطريق كان كتير طويل، تمينا بالجو يمكن 5 ساعات ديم، لسه التحدي قائم، اذا وصل اخر فيديو 200,000 تعليق راح انزلكم يوم الخميس اللي هو بعد بكرة، يعني بعد بكرة ايه فيديو وين انا مع مين واي بلد وكيف وشلون وليش والوداع وكل شيء، فكلكم نروح على اما ام نارين فصايرة عم تتفاعل على انستغرام وخصوصا بالستوريهات، ففاجأت المتابعين باول ستوري لها وكان هذا. صباح الخير للكل، شوفوا شو عندي، شو عملت اليوم، سكرت اليوم اني عندي دليت ورق عنب فحبيت اقطف، قولوا لي مين بحب ورق العنب. Thank you.